أنا طالما استغربت من موقف تركيا وموقف كثير من الفصائل والشخصيات السورية التي كانت تفترض بأنه يمكن إقناع الروس عبر القنوات الدبلوماسية بالوصول إلى تسوية في سوريا. الروس هذه فرصتهم التاريخية أن يهيمنوا وقد هيمنوا وأن يعيدوا توحيد سوريا تحت نظام موال لهم تماما. فلماذا يعني ما في منطقة من مناطق سوريا أجلي صار فيها تسوية وأجلي منها الناس إلا تبعوها بالمنطقة التي بعدها؟ الآن ما فيش آخر جيب هو هذه أدلب ويكررون فيها نفس ما تكرر من قبل، ويبدو أن كل التجارب السابقة لم يتعلم منها أحد. أظن الفكرة مش التعلم بقدر ما هي الوقائع على الأرض. ما يحصل الآن هو نتيجة لهزيمة القوى المعارضة، يعني الواقع يقول بأنها هزمت أحببنا ذلك أم لم نحب. بالتالي تركيا والفصائل اللي معها تحاول أن تحصل على أكبر قدر ممكن من النتائج والإنجازات وفق هذا المعطى. بنفس الوقت تركيا لديها مشكلة معقدة جدا في سوريا، فهي لا تريد أن تغضب روسيا، وروسيا في تناقض معها في الملف السوري، وبنفس الوقت ما بدها تغضبها لأنها في علاقات متوترة مع الولايات المتحدة والناتو. فهي الآن بين نارين كما يقال، يعني لا هي استطاعت أن تحافظ على علاقات جيدة مع الناتو لأسباب طويلة يعني يطول شرحها، ولا هي قادرة على أن تتعامل مع روسيا كحليف. هذا الواقع المعقد أظن هو اللي بيفرض مثل هذه الاتفاقات والتراجعات أحيانا، وأحيانا رفع لغة التهديد ثم التراجع عنها، لأنه في النهاية السياسي ليس ما يريد أو ما يرغب. السياسي هو يعني نتيجة ما يستطيع أن يفعل، نتيجة ما يجري على الأرض. صحيح الكلام تفضل فيه أنت، صحيح أنه الوضع معقد بالنسبة للأتراك وحتى بالنسبة للسوريين، لكن الإشكال أنه أن يأمل الإنسان بأن يلتزم الروس بأي شيء يتم الاتفاق عليه. لم يلتزمه ولا مرة واحدة. هو هذا صحيح، أنه يعني الروس لم يلتزم، ولذلك الكثير حتى لما صار الاتفاق الروسي التركي حول ليبيا أيضا قالوا لا تعول، البعض نبه قال لا تعولوا على هذا الاتفاق، الروس يبرمون الاتفاق ويواصلون دعمهم لحفتر من أجل أن يدخل. والدليل على ذلك أنه البارحة تحفظ مثلا في مجلس الأمن يعني رفض قرار يطالب بوقف إطلاق النار، ليس أكثر من هذا. ولكن فعلا هي موازين القوى، لأنه المشهد السوري تركيا مجرد لاعب فيه من ضمن لاعبين كثر، وتركيا أصلا من البدايات كانت أمامها خطوط حمراء لا ترفعها فقط روسيا وإنما الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت رافضة ليس فقط أن تقيم تركيا منطقة آمنة، فبالأحرى أن تتدخل في لأنه في قرار أنه المنطقة حولها صراع دولي فيه الروس فيه الأمريكان. ولكن أيضا تفاعلا مع كلام الدكتور عزام أنه الآن الروس حققوا ما يريدون من السيطرة على سوريا النفط عند الأمريكا، قواعد عسكرية أمريكية في كل مكان، لا يستطيع لا يقتربها لا النظام لا الأتراك ولا الروس، وبالتالي كأنه سوريا المفيدة أصلا تحت سيطرة الأمريكان. سوريا المفيدة بمعنى سوريا النفط والثروات والمواقع، 80% من مناطق النفط تحت السيطرة والمواقع. ولذلك المأساة الإنسانية اللي بتحصل الآن، الكارثة الكبرى اللي تحصل الآن، عندك 5 ملايين إنسان مهددون بالتهجير مرة أخرى، دمار شامل. ليس هذا فقط، وشو أنت بالنسبة لل النظام في سوريا الآن حتى بات ينعم بدعم التحالف العربي الذي يحارب إيران في اليمن. تصور أنت، يعني هم بيحاربوا إيران في اليمن،
ولكن لأن تركيا أصبحت عنصر فاعل في الأزمة السورية يؤيدون النظام المدعوم إيرانيا. صحيح. كما لو كان يعني جاكارا في تركيا. نعم. ومن يدفع الثمن؟ يدفع الثمن السوريون المدنيون. وفي الحقيقة مصداق اللي يعني ما تفضلت فيها دكتور، واحدة من الإشكالات المربكة وتمت إشارة لها إنه نحن نتكلم الآن عن إيرادات الأمم. أهلا وسهلا. أو الدول. نتكلم عن مأساة إدلب حاليا. ما يجري في إدلب والذين عولوا على الروس والروس لم يلتزموا بشيء وقعوا عليه طوال الوقت. الحقيقة أنا دخلت كده. تفضل كمل. الشيء المربك يعني في تقديري إنه كذلك إنه نحن الآن نتكلم كأنما هي لعبة الأمم، هي إيرادات دول، لكن إرادة الشعب السوري إما غائبة أو مغيبة أو فاقدة للوزن تماما. يعني ما نكاد نسمع صوت سياسي برؤية سياسية استراتيجية تتوحد حول حتى المعارضة. يعني حتى مشهد المعارضة السورية نفسه مربك للغاية، والغياب ده هو اللي يغرى طبعا الدول من حولها، والدول عندها حسابات ما بالضرورة حتتضمن الحسابات المطلوبة للسوريين في نفسهم. تركيا في تقديري في إشكال تاني، عامل آخر، اللي هو الجبهة الداخلية التي يستند عليها رئيس أردوغان. هل لا زالت هي ذات الجبهة الداخلية المتماسكة اللي كانت موجودة قبل مثلا عند اندلاع الثورة في سوريا أم تغيرت؟ والنظرة التركية نفسها تجاه التزامات تجاه يعني ما يحدث في شمال سوريا، لأنه الضغط على تركيا كبير. يعني مسألة أنه يكون عندك فوق 3 أو 4 مليون لاجئ مسألة ما مش سهلة، خاصة وإنه حصل نوع من يعني ممكن نقول الإرهاق الإعلامي العالمي حول القضية نفسها من الجانب الإنساني، وتركت يعني تركيا هنا. والإشكال الثاني نفسه النظرة تجاه هؤلاء اللاجئين، يعني قصة إنك تهدد بأنه قد تكون هناك موجة أخرى للنزوح أو اللجوء نحو أوروبا، كأنما أصاروا هم كرت الآن في لعبة الأمم هذه. يعني فمحتاج يعني لازم يظهر إرادة سورية وطنية تمثل كل طيف المعارضة حتى تساهم في تغيير المعادلة هذه. حقيقة مصطلح المعارضة في الحالة السورية مصطلح مضلل. ليه؟ لأنه هو المعارضة مصطلح يستخدم في السياسة في الدول المستقرة اللي فيها المعارضة. انتخابات وديمقراطية وفيها حزب حاكم وفيها حزب معارض. هم أرادوا أن يفروا. هم أرادوا الثورة. هم أرادوا أن يفروا من المعارضة. حتى الضغط يعني. هم أرادوا أن يفروا من ثورة، من تعبير ثورة وثوار. والأسف اللي تبناه هذا النظام الرسمي العربي. حتى بوسائط الأخبار المتزنة والمستقلة يعني أو اللي فيها قدر من الاحترام والمهنية هي تبنت مصطلح المعارضة. يعني مصطلح المعارضة لا ينطبق على الحالة السورية، لا ينطبق، وإنما أريد به الفرار من التعاطف مع الثورة. لما تسمي يعني شعبا يعني خرج لمطالبة بحقوق الشعب ثائر وتسمي ما يفعل ثورة، فعندئذ أنت تلقائيا يجب أن تكون تناصر ثورة الشعب. لذلك المعارضة ستخرج منها. ما يوجد شيء اسمه معارضة يعني في الحالة السورية. أنا أريد أن أتكلم عن تركيا اللي حصل في إدلب. أول شيء هو تفريط حالة لتفريط العرب أصلا. يعني الدول العربية، النظام الرسمي العربي هذا هو الذي المسؤولية الأولى أخلاقيا وسياسيا وحضاريا عن المأساة السورية. قبل ما تدخل أنت بقليل، كنت أنا أقول للإخوة أن النظام العربي الذي يدعي أنه يحارب إيران في اليمن هو شريك لإيران في سوريا في دعمه للنظام السوري. الدول العربية التي وذلك بسبب الموقف من تركيا. يعني الذين طوال 70 سنة كانوا يقال من العرب يحاربون إسرائيل. لا يوجد حرب، لا يوجد صراع عربي إسرائيل. كان يقال أن الدول العربية في حالة حرب مع إسرائيل. لا توجد حالة حرب مع إسرائيل. كان يقال أن الدول العربية موحدة في الدفاع عن فلسطين وفي المطالبة بالحقوق العربية. لا يوجد هذا الشيء. الشيء نفسه ينطبق على قضية إيران. لا يوجد حرب ضد إيران. لا يوجد صراع خليجي إيراني. لا يوجد صراع سعودي إيراني. لم تخدم إيران بقدر ما خدمت من الدول التي تدعي أنها تعاديها. والدليل، أكبر دليل،
أن الطرفين إيران والسعودية مثلا اتفقا على اغتيال الربيع العربي. صحيح. هناك هذا الذي قام به في نهاية المطاف، فهناك تخادم بين العدوين اللدودين كما يقال، لكن في حقيقة الأمر من الذي أجهض الثورة المصرية؟ السعودية. وإيران لها مصلحة في إجهاض الثورة المصرية، لأنها بذلك أجهضت الربيع كله وأجهضت الثورة السورية بشكل أو بآخر، والسيسي تخندق مع بشار الذي تزعم دول خليجية ما فيها السعودية أنها ضد بشار ومن معه. هل أعود إلى موضوع تركيا؟ تركيا مسؤولة وتورطت وأخطأت وارتكبت أخطاء كبيرة في سوريا، ولكن هذا لا يعفي أبدا الدول العربية من المسؤولية، لأن هي تتحمل المسؤولية الأولى. لذلك إلقاء اللوم على تركيا، نعم لوم تركيا ما شئت، لكن لا يمكن أن تلقي عليها اللوم كله. هذه نقطة مهمة جدا. تركيا الآن تحصد ثمار أخطاء ارتكبتها، حتى التوازنات والتفاهمات والاتفاقات اللي في سوتشي وما سوتشي والدب الروسي، وكيف تدير الصراع مع روسيا بهذا الشكل. يعني أنا أحيانا أرثي لصارع القرار التركي، كيف يستطيع أن يجلس مع بوتين هذا الجزار ويعرف أنه قاتل ومجرم ثم يتفق معه؟ موازين القوة، موازين القوة على الأرض. شيء مذهل، مذهل حقا. هو طبعا يعني ما نحن نتكلم في عالم السياسة، يعني صحيح إذا حاولنا نعمل مقارنة بين السياسة والأخلاق، يعني في عالم مثالي ما تجلس لا مع بوتين ولا غيره، لكن ما تشتغل بالسياسة أصلا. لا ما طبعا خليك يعني خليك نحن أمام واقع حنحتاج نجلس مع بوتين، لكن لما أجلس مع بوتين بجلس بجبهة داخلية موحدة قوية وبتفاهمات حقيقية على الأرض وبالتزام عليها. لكن إذا يعني إذا أنا أغريت الخارج بأنه يعني مثل الطقس، يعني يصل الرياح تهب من منطقة الضغط العالي إلى الضغط المنخفض، ونحن الآن منطقة الضغط منخفض في سياستنا الداخلية وسياستنا فيما بيننا ومع بعض، يعني فما لم نوجد هذه الإرادة الذاتية في سوريا هو الثورة، أوكي؟ أو وفي الجبهة الداخلية التركية، لأنه إذا الجبهة الداخلية التركية نفسها قد يكون فيها انقسام أو فيها تساؤلات حول العلاقة مع سوريا والتوجه. طبعا هو عنده في تحديات حقيقية داخل تركيا، الانقسام الأيديولوجي، الانقسام السياسي، التنافس. لكن شوف، المشكلة ليست في أن تجلس مع بوتين أو غير بوتين، في السياسة أنت تجلس مع أي واحد. المشكلة في أنه كل اللقاءات اللي تمت والاتفاقات سوتشي وغير سوتشي، روسيا هي التي استفادت منها. روسيا كانت تستغلها وتتمكن وتتوسع. طبعا النظام هو عامل كما لو كان هو اللي في الواجهة، ولكن الحقيقة أنه القوة الروسية هي اللي عملت الفرق. صحيح. يعني هو دكتور، هو بالنتيجة الآن الثورة السورية كان في بدايتها في إعلان عن دعمها من معظم الدول أو كثير من الدول العربية، موقف الجامعة العربية اللي هو يمثل الإجماع العربي بين قوسين كان مؤيدا للثورة، و يعني قام بتجميد عضوية النظام السوري كتعبير عن هذا التأييد. هذا قبل الانقلاب في مصر على فكرة. اي نعم. الان هذا الوضع الان اليوم احنا اللي بصير اليوم هو نتيجة لتغير هذا الوضع، انه كل الواقع العربي عمليا الان هو يريد اعادة العلاقات مع النظام السوري، ولكنه ينتظر الفرصة المناسبة والوقت المناسب. بقي هناك في المعركة تركيا، ولولا ان تركيا لديها يعني لديها مشكلة بإعادة الوضع على ما هو عليه، لا أيضا مضت في نفس المسار. لكن تركيا لديها حدود طويلة، لديها مخاوف من تدفق جديد للاجئين، لديها مخاوف من وجود الحركات المسلحة، فبالتالي هي معنية بحل الصراع بطريقة لا يهدد مصالحها. وإلا حقيقة الواقع الآن في سوريا أن جميع من دعموا الثورة الآن تخلوا عنها، وبالتالي لا يمكن فهم الموقف التركي إلا ضمن هذا الإطار. نعم، في هذا السياق. تركيا اليوم تلعب في حقل من الألغام، لا يمكنها أن لا تتعامل مع روسيا، وبنفس الوقت روسيا لديها القوة الأكبر ولديها اليد الطولة، لأن روسيا عندها 6 مليون سائح سنويا يذهبون إلى تركيا في عوامل الاقتصادية، تستورد الكثير من الخضار والمواد من تركيا، يعني في علاقات معقدة. لا روسيا بتستورد. نعم، والغاز
والغاز تركيا تستورد الغاز. يعني موضع معقد جدا. والعلاقة أصلا تاريخية بين روسيا وتركيا دائما كانت علاقة معقدة وحروب واتفاق طبعا. يعني بسبب الجغرافيا والحجم حجم الدولتين 20 حربا ظهرت المفارقة في القوة لما حصلت الأزمة بسبب إسقاط الطائرة أي طبعا الروسية. لا شوف في عندك أنت خذ رقم واحد فقط، في 6 مليون سائح سنويا يدخلون من روسيا إلى تركيا. تركيا حجم السياحة عندها مهم في الاقتصاد، والسياحة الروسية هي السياحة هي رقم واحد، هم عدد هم السواح الأكثر عددا اللي بيدخلوا إلى تركيا سنويا، إضافة إلى التجارة، إضافة إلى القوة العسكرية، وإضافة إلى تعقيد علاقة تركيا مع الناتو. فحقيقة الوضع بالغ التعقيد. المسؤول عن القصة هو تركيا من جانب طبعا لها دور ومسؤولية، ولكن أيضا الواقع العربي ككل اللي هو رأى حتى الناس اللي ادعوا أنهم أيدوا الثورة السورية في بدايتها كانوا لا يريدون انتصار أي ثورة، لأنه انتصار أي ثورة يعني أن الربيع العربي يمكن أن ينجح. هم حتى لو إيران اليوم إذا صار فيها ربيع إيراني لن تكون الدول العربية التي تتبنى الثورة المضادة سعيدة بانتصار هذه الثورة، لأنها لا تريد لهذا الإلهام أن ينتقل إلى شعوبها. هذه القاعدة في القشور ربما يقولوا نحن نؤيد الثورة الإيرانية أو الثورة العراقية، لكن أو أي لبنانية. ثورة شعبية مرفوضة بالنسبة لا لها. يمكن أن يقبلوا في العمق أن تنجح، لأن هذا سيمثل إلهاما لشعوبهم. هذا كله أنتج الواقع البائس اللي بس بالنسبة لتركيا أظن أن مأزق تركيا الحقيقي سببه التباين ما بين الخطاب السياسي وما بين المواقف التي يتمكنون من اتخاذها في الميدان. هذا صحيح. يعني شوف اسمع أردوغان خلال الأيام العادات واليوم كمان تهديدات بنبرة عالية جدا، لكن كيف تترجم هذه في الميدان؟ لا يتمكن من ترجمتها بنفس الشد. هو هذا صحيح، ولكن فعلا أنا رأيي المشكل السوري مشكل معقد، وحتى يعني لو جهدنا فيه العامل الروسي كلاعب يعني تركيا ما لا تستطيع أن تفعل شيء في سوريا، لأنه المعترض على تدخلها سواء لحماية أمنها القومي أو للدفاع على الشعب السوري ليس فقط روسيا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية في قرار أصلا أمريكي بأنه، ولذلك أعلم الثوار في 2012 من السفير الأمريكي فورد، السفير الأمريكي في سوريا قال لهم لن نسمح لكم بدخول دمشق. ولذلك لما اقترب الثوار فعلا من ضواحي دمشق سمح للروس، الأمريكان سمحوا للروس أنهم يتدخلوا ولنقول يكسروا الثورة ويتراجع الثورة إلى الوراء. ولذلك هو مشهد معقد اليوم لا نستطيع، لأنه هنالك سردية اليوم يراد لها أن تكتب كأنه النظام انتصر والثورة هزمت، بينما الحقيقة النظام لم ينتصر، هنالك احتلال واضح لسوريا لكن الثورة هزمت. نعم لكن الثورة هزمت هي الثورة مسار، هي الثورة مسار. والله هو الاعتراف بهزيمة الثورة سوريا من موقف ليس من موقف الموافقة على هزيمتها، ولكن هو في قراءة اليوم الواقع فكرة تثبيت الفكرة هذه فكرة يعني رمزية. المرحلة اليوم اليوم الاستاج اللي احنا بنعيشها اليوم هي فيها هزيمة للثورة. أنا أقول أنا لا أؤمن بس تعمل سردية الهزيمة. لماذا؟ لأنه لما احتلت سوريا كبقية الدول العربية احتلت سوريا عام 1920-1919 احتاجت إلى 1946 حتى تنال استقلالها، يعني حوالي 26 عام. الثورة السورية عمرها 11 عام. احنا في مسار مواجهة، خاصة ونحن الآن بصدد فعلا احتلال ليس بالضرورة أنه نستعيد أشكال الاحتلال القديم اللي كان، الآن أشكال احتلال جديدة. الأمريكان موجودين يسيطروا على منابع النفط، الروس يسيطروا على دمشق نفسها على النظام نفسه. بشار الأسد لما يذهب بوتين إلى دمشق لا يستقبل بوتين في قصر الرئيس، وإنما في القاعدة العسكرية التي تنشئها الروس. وبالتالي
السردي فكرة السردية أنه النظام فاز والثورة انهزمت في تقديري هي تحتاج التنسيب. هنالك صراع ما زال مستمر ولن يطوى حتى لو حتى ضربت إدلب نفسها. أنا أتفق معك في هذه النقطة. لا أستطيع أن أقول الثورة هزمت، ليس لأني لأسباب عاطفية فقط، بل لأسباب أيضا يعني مسار تاريخي تاريخية وواقعية على الأرض. يعني الثورة لم تعلن بعد هزيمتها، الشعب ما زال يعني لا زال يقاوم، لا تزال هناك مناطق محررة. أنا أريد العودة إلى تركيا. تركيا الآن في هذه اللحظة التاريخية ليست كما كانت قبل أشهر فيما يتعلق بالملف السوري. تركيا الآن أمام تحدي مختلف تماما. هناك تفاهمات فعلا يعني اتفقت معها مع روسيا بشأنها، وهذه التفاهمات نقضت الواحدة تلو الأخرى حتى بلغت الحلقوم، حتى طفح الكيل وبلغ السيل الزبة. الآن تركيا لم تعد تحتمل مزيدا من نقض هذه التفاهمات، لأن معناها هزيمة تركيا تماما في سوريا. يعني إنه لا يعبرونها، لا يلقون لها بالا، وهي أصلا متفقة على أن هناك مناطق يجب أن ثم إن كأن تركيا تقول كأن تركيا تحدث نفسها تقول ليس فقط هزموني بل رموا كل شيء في وجهي، يعني خلاص حتى اللاجئين هذول هم لاعبون بي. لا إدلب، محافظة إدلب كلها فيها 4 ملايين من السكان ومن اللاجئين، فيراد لتركيا أن تحتمل أضعاف اللاجئين الذين فهي الآن تريد. تركيا تقول لا، ليس فقط لأنها تريد أن تنقذ المدنيين، هي تريد أن تنقذ نفسها. تركيا تعتقد أن وجود بشار السفاح، لا أدري أذكر اسمه هنا، أن وجود السفاح في دمشق ووجود القوات الروسية خطر يهدد أمن تركيا القومي. خلاص لم تعد تركيا تحتمل، ربما يقف الدب الروسي يوما ما على أبواب أسوار القسطنطينية مرة أخرى ويستدير الزمان ويعيد التاريخ نفسه. تركيا ليست الآن، تركيا الآن عززت وجودها العسكري في إدلب بشكل لم يسبق له مثيل. يعني هناك الآن آليات كثيرة جدا جدا دخلت على مدى في الأسبوعين الماضيين وتتضاعف. الخطاب أردوغان صحيح ارتفع، لكنه ليس خطابا بلا لا تسنده حقائق على الأرض. ثمة حقائق على الأرض، وروسيا أدركت ذلك، والولايات المتحدة أدركت ذلك. روسيا على طول بدأت تلين خطابها وبدأت تقول لا نريد أن نتفاوض ونتفق وكذا وكذا، والولايات المتحدة أرسلت جيفري وقال نحن معكم والناتو وأمن وشهداءكم نعزي، وكل هذا كلام راتوريك، يعني كله يعني خطابة ليس حقيقيا. يعني أنت تعرفون ماذا تريد الولايات المتحدة في هذه المسألة. في القضية الآن تركيا أمام تحدي كبير، والمشكلة والشيء المشكلة للدول العربية الكبيرة التي كانت مع الشعب السوري وتؤيد ثورته هي ويال السخرية تصفق للدب الروسي في مواجهة تركيا في هي العداوة التركية على فكرة، هي العداوة التركية. وعلى فكرة زي اللي الرجل الذي يريد أن يعني يقضي على فحولته من أجل أن يعني يهين زوجته، يعني ما لك أي مصلحة من هالقضية هذه، أنت تدمر نفسك من نفسك. هو هذا من سخرية التاريخ في 1919 و1920 العرب ما يسمى بالثورة العربية دخلوا مع الفرنسيين لسوريا يعتقدون أنه الحكم سيسلم لفيصل، فرحلوا فيصل واحتلوا هم وأخرجوا العثمانيين في تلك الفترة. اليوم يحاربون تركيا من أجل أن يسلموا الحكم. لذلك إذا لما ذكرت أنه سوريا استقلت، يعني أنا ضحكت لأنه ما فيش ولا بلد عربي استقل، تركه المستعمر واستقل. الحقيقة حكمته أقليات صحيح. استمرت على نفس النهج المستعمر وأسوأ في بعض أو عسكر أقليات أو عسكر. هو في نقطتين سريعات بس. النقطة الأولى إنه العرب للأسف الآن يحكم سياساتهم الخارجية مؤشر عامل واحد، يعني كل ما يحكم معظم دول المنطقة أو نقول محور مصر السعودية الإمارات يحكمها أداءها مع الربيع العربي ومع الإسلام السياسي، وبالتالي موقفها من سوريا بينطلق من هذا الكلام وليس من أدائها مع إيران. صحيح. مع أن السياسة الخارجية دائما متعددة، يعني روسيا مثلا وتركيا في بينهم أداء وبينهم خصومة وبينهم مشاكل، ولكنهم يتفقوا في بعض الملفات ويختلفوا في بعض الملفات. تركيا والاتحاد الأوروبي بينهم الكثير من الإشكالات، ولكنهم مثلا متفقين في قصة اللاجئين وبتعاونوا في الموضوع الفلاني والموضوع العلاني. هناك
المفروض السياسة الخارجية تكون نشطة ومتعددة. للأسف الدول العربية يحكمها عامل واحد. الأمر الآخر ما قصدته بس حتى لا يعني يفهم كلامي زي خارج سياق. احنا اقول في المرحله الحاليه انه النتيجه هي نتيجه هزيمه، لكن انا مش بس بحكي عن الثوره السوريه، انا قناعتي بانه ما يجري في المنطقه العربيه هو صراع شامل بين الشعوب وبين الاقليات الحاكمه، لن ينتهي الا بسحق احد الطرفين، بانه لا ستستمر وستتجدد الدورات 10 سنوات 10 سنوات، وهذا لا يقرره لا نحن ولا دوله ولا الشعوب هي التي تقرره.